جرين فورس للاستثمار الزراعي هي شركة رائدة في مجال بذور الخضروات والأسمدة، تأسست عام 2015 وتدرجت بخطى ثابتة على منحنى التطور لتصبح أحد أهم الشركات المحلية في المجال الزراعي. وتكرس شركة جرين فورس جهودها لتلبية احتياجات المزارع المصري، كمان بتسعى لنمو وتطوير السوق المصري من خلال تقديم العديد من الوكالات الأجنبية في مجال البذور، بالإضافة لوكالات كبيرة للأسمدة. وبتتميز جرين فورس بالكوادر المتميزة من المهندسين الزراعيين والفنيين القائمين على تقديم خدمات الدعم الفني والمشورة لكل عملائها. المهندس عبد التواب شياطي، عضو المنتدب لشركة جرين فورس، أهلا بيك. أهلا بحضرتك، ربنا يخليك. قول لي بقى، حكايتنا إيه من البداية؟ بدأنا إزاي في السوق النهاردة؟ عندنا منتجات إيه؟ جرين فورس إحنا بفضل ربنا بدأنا من 2015 بالظبط، 1/1/2015 ده كان تاريخ التأسيس بتاع جرين فورس. بدأنا الأول بوكالة أسمدة، دي كانت بداية عندنا فيلسم أسبانية. بعدين بدأنا نشتغل مع وكالة أسمدة ربوع عمون من الأردن. بعدين دخلنا في سوق البذر، فضل ربنا دخلنا الحمد لله رب العالمين معانا باير سيمنز، معانا جلوريا أمريكية، معانا جلوبال من أمريكا، ومعانا أريزونا. وبعدين أضفنا لينا كمان وكالة أرحام تركية، ده لسه في 1/1/24 لسه حديث. كلها منتجات معروفة ومنتجات براند طبعا. تمام، الحمد لله رب العالمين. وعندنا دلوقتي معانا ان شاء الله وكالة الحديثة موفيتكو من الأردن، بنسجل معاهم مودات، وعندنا تسجيلات من بريمير الأبرصية. تمام، احنا لو هنتكلم عن اهم المنتجات شركة جرين فورس، اهم منتجات لو نبدأنا بالبذور عشان هي واخدة المساحة الاكبر عندنا في الشغل، ماشي، والحيز الاكبر. احنا عندنا باير سيمنز، عندنا مجموعه منتجات متميزه جدا والسوق المصري كله تقريبا يعرفها ان شاء الله. عندنا نبدا بصنف خيار صوب شتوي 0046، عندنا اصناف الفاصوليا المتسلقه والارضي زي المولريدا والهاما والبوليستا والاس في والسمنتا والسبارس. عندنا اصناف الطماطم، عندنا صنفين طماطم متميزين جدا، صنف سلك 7845 وصنف أرضي الحمد لله رب العالمين النهاردة بتميز جدا بقوة في العروة الخريفي والربيعي، صنف طماطم 47-46. عندنا كمان فلفل ألوان درسينا، ده صنف شتوي أحمر متميز جدا. عندنا أرنبيط برخة، عندنا كمان خيار لسه الأحدث حاجة من وكالة باير سيمنز، خيار أرض بيبرس، وده ان شاء الله يكون في السوق الخير الارضي صنف واعد وينفذ بقوه باذن الله. النهارده ازاي بنوصل للمزارع الصغير النهارده؟ طبعا في كل الشركات الكبيره عندها فريق دعم، عندها مثلا فريق تسويق، بنوصل ازاي؟ احنا الحمد لله رب العالمين عندنا فريق تسويق قوي جدا ما بين وجه البحر وجه الابلي، مغطيين من اول اسكندريه لحد اسوان وجرف حسين تحت. فريق دعم فني ما بتاخرش في اي لحظه، اي دعم فني للمزارع، اي مشكله بينزل في اي وقت، ماشي، مفيش، الحمد لله كلهم ناس محترمه وعلى كفاءه عاليه جدا. عندنا فريق مبيعات برضو الحمد لله قوي، مغطي اغلب انحاء الجمهوريه، بيوصلوا في كل مكان. وعندنا شبكه موزعين قويه جدا لمنتجات كتير عندنا في مجال البذره والاسمده. احنا يا باشمهندس قبل ما ندخل في قصه العلامه، وحضرتك تبقى النهارده عضو منتدب شركه كبيره جدا، كلنا مزارعين وفلاحين، فالمزارع النهارده بيبص برضو على السعر والجوده. احنا بالنسبه هنا الاسعارنا بالنسبه للشركه ايه بقى؟ الاسعار عامه البذور متقص كده، يعني البذره النهارده المزارع اهم حاجه عنده الجوده، لان تكلفه البذره بس برضو بيبص على السعر الحنين. اكيد، بس تكلفه البذره النهارده في مجمل العمليه الزراعيه كلها هو ارخص حاجه، بس النهارده مديله صنف النهارده قوي يديله انتاج، لو هو عنده زياده ما بين حوالي 4-5% انتاج بس فرق جدا على الصنف الثاني، لا هياخد هيركز الصنف الاقوى. وبرده مع ذلك الاصناف مع السوق المصري في متناول الجميع، مفيش مشكله خالص في اسعار الحمد لله رب العالمين، جوده عاليه وسعر مناسب منافس للسوق المصري. النهارده طبعا الفكر اتغير بتاع المستثمر الزراعي او المزارع الصغير مع التغير المناخي. احنا ازاي النهارده بننسق مع الاثنين دول، يعني نوفر له حاجه كويسه تواجه التغير المناخي؟ احنا عامه اصلا عندنا محطه تجارب في ابو غالب على الصحراء اسكندريه،
فبنجرب فيها كل منتجاتنا. والاخر سنتين حصل تغيير مناخي كبير، الصيف بقى عندنا فتره كبيره والشتاء بيجي شديد جدا، فبنجرب كل منتجاتنا في المحطه ونشوف ايه المشاكل الموجوده. واحنا كده كده اصلا مع المزارع بنحاول نختار افضل الاصناف تناسب السوق المصري. يعني حتى احنا عندنا مثلا وكاله جلوبال الامريكيه، ماشي، بيبقى بنحضر كل سنه الفيلد دي بتاعهم في كاليفورنيا، ودرجه الحراره بتوصل 45 عاليه جدا. فبنختار، بنروح هناك نختار الاصناف نشوفها ونرجع نجربها في مصر في المحطه عندنا، ونرجع ننزل بيها لارج سكيل مع المزارع نفسه في اماكن مختلفه على مستوى الجمهوريه ما بين اسماعيليه واسكندريه والصعيد، لحد ما نختار انسب جو ليها يبدا يشتغل فيه. بالنسبه للتوسعات في الحقول الارشاديه، النهارده الفلاح برضو عايز يبص على الحاجه قبل ما يزرعها. هو ده اللي بيحصل، ما فيش اصلا مزارع النهارده بيزرع من غير ما يشوف دي بذره. ما ينفعش اقول له النهارده خد النهارده ازرع فدان صنفك ما شفتوش، لا، لو حصل اي مشكله النهارده هو هيخسر وانا هخسر وراه. لازم النهارده المزارع النهارده المحطه رقم واحد البذره بتيجي تخش على المحطه الاول عندي تتجرب، وثقت فيها واخترت الصنف ابدا اطلعه الاول، بعد كده مساحات صغيره عند المزارعين بنشوفوها، بعد كده اخش فيها لارج سكيل مساحات كبيره ما بين نص فدان او فدان في اماكن مختلفه واعمل عليها فيلد دي ومشاهدات للناس، وبعد كده الناس تثق فيها يبدا يشتغل هو يطلبه بنفسه. خطتنا اللي جايه بالنسبه هنا للشركه سواء طرح منتجات او منتجات جديده هتنزل السوق، احنا الحمد لله عندنا دايما بنحاول ندخل كل يوم جديد في مجال البذور او الاسمده. مؤخرا احنا سجلنا الحمد لله مبيدات ان شاء الله على 25، وكان عندنا حوالي 4-5 مركبات مبيدات جديده. بالنسبه للبذور عندنا تقريبا كل فتره بين الخيار الارضي والكوسه والطماطم والفلفل، المحطه عندنا شغاله دايما باستمرار، طلع اصناف ونفرج عليها الناس ونشوف المناسب للسوق المصري من ناحيه الجوده والسعر والملائم للظروف الجويه بدا يشتغل بيها. فالفتره الجايه كمان دخلنا في بطيخ الكريمسون بقوه، عندنا مثلا جلوبال عندنا صنفين منها وجلوريا صنفين من جلوريا، بطيخ الكريمسون بدانا نغطيه في السوق المصري، مع انه لسه السوق مش جديده، حاجه جديده على السوق، ان كلنا احنا بنشتغل في شوجر بيبي، لا، الكريمسون بدا النهارده بقى ليه سوق ونضغط فيه بالقوه دي، والحمد لله رب العالمين الفتره الجايه ان شاء الله كل سوق كويس جدا. بالنسبه بقى للوكلاء التجار، شبكه التجار اللي عندنا في المحافظات، احنا بننسق معاها ازاي؟ الوكلاء يا اما عن طريق علاقه مباشره لو هو وكيل حصري، ماشي، او عن طريق المنديب الموجودين في المنطقه، في كل منطقه كل محافظه يعني فيها مندوب عندنا ابعاد ودعم فني مغطي اغلب المحافظات كلها بالكامل، ماشي، فبتواصل عن طريق الشركه مع المسؤولين البيع والتسويق ومع اداره الشركه نفسها.